طيب بس انت سهلت المكونات البقيه، بس هنا تشوفها معقده يعني جدا. يعني محمد الشياع السوداني ما يقدر يتخذ قرار ويذهب بمرشحه لوزاره النفط أتمنى عليه، ويطرحه امام البرلمان؟ أتمنى عليه ذلك. هو مو لعبة بيدهم انت يعني. حرضت اليوم على أنا وين الزهد حرضته؟ بالتغريده مالتك، تقول له يعني انت تحرضه وتنبه الاخرين، طبعا أكيد. يعني يترك التكليف؟ طبعا ليش يترك أكيد التكليف؟ هذه فرصة كبيرة، لا يعني لا لا ماكو واحد. يشرفه تكليف من هذا النوع. هم لما كلفوه معناه أعطوه ثقتهم، جيد. صحيح؟ لما يعطوه الثقة مو يبقوا يتفرج عليهم مش وقت إيه، بس لازم يتفقون. يشاركون. أكيد ممكن يشاركون. خليه نقلب المعادلة، خليه هو يرشح وزراء وهم إذا يقولون هذا لا يناسب يغيره، مو العكس. مو هم بيانهم هذا ايوه كانت خولوه، نعم. خلي هذا التخويل. طيب خليني اسالك، يراد له مصداق. لكن تفضل. مسؤولية محمد الشياع مو أمامهم، أمام الشعب. هو كلف، لا يقبل يبقون يستهترون بالوقت، هذا الوقت اللي ضاع منه عمر، والمتضرر الوحيد هو الناس. كن ما يقبل يستهترون بالوقت، يعطيهم ليمت، يقولهم لهذا التاريخ اتفقتوا اتفقتوا ما اتفقتوا هاكم تكليفكم خذوه لكم. اي بس مو هي عقد الازمه، يعني ولا يتحمل المسؤوليه. واذا هم هم يحملون ماكو بديل، هم لحد ما لقوا بديل اتفقوا على محمد الشياع يمكن اخذوا لهم 4 شهور. هم يتحملون المسؤوليه امام الناس.